إلى أخبارنا الدولية الآن، حيث تشن المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية حملة إعلامية واسعة لتضخيم وتهويل القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية. الحملة تأتي مع تصاعد تهديدات ضد حرب جديدة في قطاع أو ضد قطاع غزة. تفاصيل هذا الموضوع في تقرير مراسلنا من قطاع غزة شعيب يوسف. تضخيم إسرائيلي لقدرات المقاومة الفلسطينية العسكرية. المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تضخ عبر وسائل الإعلام العبرية التهويل والتحريض ضد سلاح المقاومة الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية اعتبرت ذلك تبرير لعدوان قادم ضد القطاع. المقاومة الفلسطينية تقاتل بسلاح محدود وتمتلك سلاح محدود، الجميع يعرفه. التضخيم الإسرائيلي أعتقد أنه يحاول إطفاء مبررات لضرب شعبنا الفلسطيني. يبدو أن دولة الاحتلال تريد أن تشن عدوان جديد محسوب الخطوات على قطاع غزة لتفتح الطريق على هدنة طويلة الأمد تمهد لانفصال قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية. التهويل الإسرائيلي لقدرات المقاومة الفلسطينية يأتي مع زيادة حجم المناورات العسكرية الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، والتي تحاكي تدريبات لمواجهة محتملة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة ترقب عن كثب كل التطورات الميدانية على الحدود، وهي التي ستحدد ساعة الصفر في أي مواجهة مع العدو الصهيوني. ويرى المراقبون أن هدف الاحتلال الإسرائيلي في تضخيم قدرات المقاومة الفلسطينية يأتي لجرها للكشف عن مخزونها العسكري. تضخيم يأتي مع التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضد قطاع غزة. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة منذ أمس فيديو يفضح جنود الكيان الصهيوني ومستوطنون يهود وهم يعتدون على أفراد عائلة فلسطينية بالضرب والشتم، وطلبت منهم الابتعاد عن منزلهم، إلا أن الخطير في ذلك تعديهم على أطفال العائلة الفلسطينية الذين أصيبوا بحالة هلع كبيرة جراء عدوانية المستوطنين الصهاينة والذين هاجموهم. إذن حادثة تزامنت ووجود سياح وناشطين أجانب. لنتابع. طلب واحد، طلب واحد، طلب واحد، طلب واحد.